أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح قدسك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواحه الطيبين والطاهرين، ثم إلى أرواح الصحابة والصحابيات، ثم إلى أرواح المجتهدين المفسرين المحدثين الشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح الأموات المسلمين. اللهم إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وروحهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدجعهم وأعلي مراتبهم. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارضهم وارض عنهم، اللهم انزل عليهم رحمتك وبركتك ورضوانك. اللهم اجعل قبرهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم افتح لهم شباكا من شبابيك الجنة. اللهم أعذهم من عذاب القبر. اللهم أعذهم من عذاب القبر. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. بالفضل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.